طبعنا كتابا واحدا حول الإمام المجتبى، طبعنا كتاب واحد، أولادنا يعرفون الإمام المجتبى. هل تحدثنا مع أولادنا في البيت من هو الإمام المجتبى وما هي قضايا الإمام المجتبى؟ هذا مو تقصير حقيقة؟ كيف نلاقيهم غدا يوم القيامة؟ بأي وجه نلاقي رسول الله يوم القيامة؟ نفكر في بيوتنا وأولادنا وحياتنا المادية، والدين ما عندنا شغل به. ما أقول كلنا، كثير من ما نقدر نبني مساجد، ما نقدر نبني حسينيات، ما نقدر نطبع الكتب الدينية. هاي مو وظيفة شرعية، الوظيفة الشرعية فقط وظيفة العلماء، وظيفة الجميع، كل واحد بقدر إمكان. واحد ما يقدر يقول أنا ما أقدر، خلي يقيم مجلس في بيته. ذول أولادنا يرحون. الغرب والشرق والذئب أخشاه إن مررت به وحدي في السيوط، وأخشى الرياح والمطر. الذئب إذا يشوف واحد وحده يتشجع عليه، يجي ياكله يمزق. الغرب والشرق يمزقون أولادنا، يودوهم، يقيم مجلس في بيته، هذا في مؤونة. ما يقدر حقيقة، بينه وبين الله ما يقدر. على كل شيء يقدر، بس على هذا ما يقدر. هذا منطق حقيقة؟ ما يقدر، معذور، معذور بينه وبين الله. ليتحدث مع أولاده وبناته، يقول لهم من هو الإمام المجتبى. بعد كم يوم وفاة أمير المؤمنين، أولادنا يعرفون حديث واحد عن أمير المؤمنين؟ كل شيء يعرفون ولا يعرفون كلمة واحدة عن أمير المؤمنين. هذا منطق حقيقة؟ الآباء والأمهات بعضهم ما يتحدثون، يشوف أبو مؤمن متقي متدين وابن بعيد، هذا مو منطق، هذا مو حكي، هذا لا يشكل جواب عند الله يوم القيامة.